مزموري وإنجيلي العشية، المزمور الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس، وما تقتني قوة في الحرب، عقلت كل الذين قاموا علي تحتي، هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير. ها أنا أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدمون أمام ملوك وولاة من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فإذا طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تتممون جولان مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان والمجد لله دائماً.